أستاذ أنت ما تأكل هم، إيش طلبك موجود؟ يعني مثلاً فيك تروح للبوليسي، للتراجيدي، للتاريخي، للفانتازيا، وجدانيات، دمعيات، هاي روايات. بتروح للمسرح، عندك تراجيديا، عندك كوميديا، أيوة، عندك ساتيرا، رقص الماعز يعني هذا بالتراجيديا، عندك كوميديا ديلارتي، عندك إيش بدك مثلاً؟ روايات، قهر، انتكاز، وجع، يعني شيء بيقهر، شيء بيكسر الخاطر، كله موجود. أهلا وسهلا أستاذ، بس ايوه بالخدمه نحن. مع السلامه مع السلامه مع السلامه استاذنا. في عبالي ابكي في عبالي ابكي. ايش اقرا؟ اي شو حابين تقروا اليوم؟ كليله ودمنا. اهلا وسهلا يا هلا، شرفتوا. شو بتحبوا تشربوا؟ شكرا، بعد شوي. ماشي. هاي عمو. شو؟ هاي اهلا وسهلا. بلاقي عندك شي قصيدة غزل رقيقة كتير كتير كتير، وفيها هيك وصف واضح. وصف شو؟ فاضح؟ واضح. ايه عمو، كل شي بتطلبه موجود، بس كل شغلة إلها سعر، لأنه المواصفات اللي انت طالبها كأنه خاصة شوي فبتكون غالية. هلا بالنسبة للمصاري ما تاكل هم بنوب، المهم تكون القصيدة مليانة عواطف ومشاعر وأحاسيس وتأثر على البنت اللي بحبها.
ايوه سمير ابوي اعطينا قصيده هيك غزل عمودي تكون معبره خاي. حاضر معلم. عمو هلا انت قصيده بدك اياها يعني كم بيت تقريبا؟ قديش طولها؟ كم شطر؟ ما بتفرق يعني فوق العشرين بيت تكون احسن. ايه في سم راح ابيع منها قهوه سوى حساب الشب. يلا يا بطل افرم عليك. خذ عمو تفضل. سلام. قديش حق عمو؟ 20 دولار. ايه تكرم عينك. هي على طلبك ها؟ شكرا. عجبك كثير. يسلم كثير. انك انت هيك شب فهيم ولك مستقبل زاهر يا باهر. بروك بروك اقرا تسقف تعلم. اي احلى فنجان قهوه لاحلى معلم. تفضل معلم. عيونك السود الجننوني وساع والببو الضيق ساواني في الاراضي رباع رباع. إذا سمعت. أهلين يا أستاذ. أهلا وسهلا. برني ملتقان عندك قصيدة رساء. رساء الصنفة إيش نوعها؟ بدي قصيدة مصيرة كتير يعني العواطف تكون عم بتشر منها شرير. أيوه. مثل ما بيقولوا تكون دمعة. دمعة دمعيات يعني. فهمت عليك سمير ابني. الله يرضى عليك يا سمير. أعطيني سيدي من هذا تبع الرساء الدمعيات. عرفتوا هذا اللي جيبه. تفضل يا أستاذ. أهلا وسهلا. تفضل. تفضل يا استاذ. تفضل. افتح. اهلا وسهلا فيك. ايوه استريح. اهلا وسهلا. وهي احلى فنجان قهوه لحضرتك. ترى استاذ ده في شغله مهمه لازم نبهك عليها. هي قصيده رساء فيها رساء كثير اللي فيها وجدانيات ودمعيات كثير كثير. يعني اسا ما بتلحق تقرا بيت واحد الا بتلاقي هيك دموعك تشرشرت 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 يعني. واذا بدك تقراها هيك قدام مجموعه يعني قدام جمع ما حدا بيسمعك الا بيبكي 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 كثير. وحتى كمان استاذ اذا نشرتها بشي جريده بتلاقي ورقه الجريده هيك عم بتشتش تشتش من كثر ما فيها دموع. يا سلام يا سلام. هتا هتا هتا. ايوه استاذ كمان لا تنسى في عنا شعر حديث ومكهرب كهربي وفي عنا الشعر هذا القديم اللي يمكن ينقرض باي لحظه. نحن مشان ما ينقرض ممكن نحن نهديك وحده. تفضل معلم. يسلموا ابن سمير. الله يرضى عليك. يسلموا الديات. تفضل استاذ. هي الدمعيات هي اولا. فانت فكر فيها بدك تقرا عمودي بعدين بعطيك وحده هيك جاهليه قديمه هيك يعني تقهرك وتزعجك. لا 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 انا ما بدي هالوجع الراس. انا متعود على هالشكل والناس ما تعرف فيه ما بدي اغير. بس هالقصيده مجربه ولا بدها تجريب؟ لا يا استاذ الله يسامحك ايش ما مجربه. انا مجربها انا مجربها وفيها فح من البكي. ايش بك شو بتحكي انت؟ هاي القصيده ايش حلاوتها هي؟ يعني هي بتزبط لكل المناسبات لكل الاشياء. نكسات احزان خراب وجع هروب هزائم ايش ما بدك. بس ايش يعني بدك تعمل فيها؟ بدك تعيد صياغتها ما كثير كمان. كم شطر من هون كم بيت من هون كلمتي هون تغييرات خفيفه يعني بتطلع مناسبه لاي مناسبه بدك اياها. انت خذ هلا اقراها اقراها على الكمبيوتر واللي رايك مزمز. خذ تفضل استاذ. خذ مني سمير. ايه معلم. هلا لك. ايوه هلا كم مسلسل كوميدي بقيان عنا؟ بكفونا لاخر الشهر معلم. ايوه منيح. طيب واجتماعي؟ والله الاجتماعي يا معلم شيء منه كثير، سوقهم ما حب يمشي. مظبوط هذا التركي غزي الدنيا غزي. ايه والله. ما مشكله، مشيهم مع بعضهم عرفت كيف؟ بنعملهم عرض يعني هيك، قلب بعضهم بيعوا بيعوا. اطلع شغلك، اطلع شغلك، اطلع عمرك. بتعرفي امبارح ما قدرت نام في الليل اكتب لك قصيده؟ اسمعي بتجنن. عيونك السود جننوني وساع والببو الضيق ساواني بالاراضي رباع رباع والتنوره الضيقه القصيره تشيل من القلب وجاع وانت يا قلبي لا تخفق انت بس اسمع اسمع
يا استاذ يا محترم يا استاذ يا استاذ الله يسترك وطي صوتك خير ايش بك يا استاذ وطي صوتك هون منتدى محترم خير ايش فيه خير ايش بك عم تبكي مثل ابن المرحوم وطي صوتك يا استاذ اسف صار جممني حزنان اصلا ما عندي وقت احزن كني اخذني الحالة يا استاذ من هون رايزك تبكي ابكي بس ابكي بصوت واطي لا تفضحنا يعطيك العافية أهلين أهلين أستاذ الله يعافي قلبك أنا كاتب معروف ومشهور كتير أهلا وسهلا وكاتب مسلسلات كتيرة طبعا حلو. بس هلأ عبكتب مسلسل ناقصني شوية مشاهد يعني إيوه هلأ عامل العنوان أنا ناقصني شوية مشاهد تاريخية على فانتازيا إيوه على كوميديا على تراجيديا فهمت عليك بدك مسلسلين في خلطة كبيرة أيوة. ناعم خفيف يعني المشاهد يبلعوا يهضوا يشوفوا فهمت عليك إن شاء الله شوف وبدي كمان يكون فيها شوية مشاهد عصرية يعني إسقاطات عصرية الحقيقة يا أستاذ هذا المسلسل اللي طلبه حضرتك موجود يعني بهالفترة هي اللي مرقت يمكن صرت بيع منه نسخ خير الله خير الله طيب لف لي اياهم مع كروز دخان وشوف لي شد الحساب وانا شغل الساعه راجع لعندك ايه تكرم استاذ بس هلا بدي لك شغله نحن بعد كام يوم جايتنا بضاعه مهمه كثير خصوصا لرمضان تراجيديا كوميديا قهر انتكاس افتخار يعني شغلات توجع كثير احسب حسابك فيها حلو نرجع بنشوفها ماشي ماشي يعطيك العافيه مع السلامه يا سمير مور معلم نحن ايش في عندنا تواصيل شوية قصائد على شوية نثريات على روايات هيك يعني طيب مسلسلات مسلسلات جيب لنا كل شيء ما عدا الاجتماعي ها ايوه طيب اكتبها ورا اكتبها ورا يلا تكرم الله روح شوف مبدئيا بدي 50 قصيدة حديثة من النمط الشعري النثري يكونوا معبرات عن حالة التسول والتسكع والعلاقات الحارة شوف بدك تساوي لي عرض خاص لأنه أنا ممكن أنه أشحنهم لبرا طيب يا أستاذ أنا في عندي رأي إيش رأيك لو تأخذ أنت مثلا 100 هيك ضربة واحدة بنعملك عليهم ديسكاونت نغريك بالديسكاونت يعني نعبيك حسومات فكر اوكي ما في مشكله عفوا بس ها ايه ابو عبدو وصلت شحنه الخشب طيب ماشي نزلوه عن المستودع ها بعدين هلا لك يا ابو عبدو عندي شحنه كتب وقصائد بدي اشتريها اهلين ابو عبدو سلامات ايه يلا يلا مين؟ تعال لك جدبيه قال مين؟ أبو أمين يعني تعال عندي خلصني عمرك معلم أهلا وسهلا طمني كيف الوضع؟ تمام الشباب 24 ساعة بيكتبوا أربع ورديات الله وكيلك يا عيني عليك ممتاز سجل عندك خيوفي طلبيات مستعجلة وجيدة سجل لك يا رب بسم الله كتب نعم. ديوان شعر قهر قهري شعر قهر ديوان ايوه ديوانين زل وانكسار تحت الارض يعني مأهورين عالم ايوه وانكسار ديوانين روايتين هيك طوال يكونوا عن الطلاق مشاكل الطلاق والزواج والطلاق والزواج طلاق عدد 2 يعني عليك مفكرتين يعني افكار متسلسله متقطعه تكون لها علاقه بالانعتاق والاعتناق يعني شيء روحاني عالي انعتاق نيرفانا اكتب نيرفانا هن بيعرفوا شو نيرفانا ايوه كمان ايش كام رساله مسج رسائل للتليفونات قصيرة طويلة شو قد العدد؟ غزل شي 15 20 وحدة مؤقتين ندبر حالنا فيهم عدد 20 ماشي دبكة جبلية كلمات لدبكة جبلية دبكة يا عيني عليك مولين سبعاوي سبعاوي عدد 2 هدول هن بدك شي غيره خيو لا مالك جيب البوزة للشباب بوزة للشباب ما سجل هي 2 كيلو بوزة للشباب زين خلصني أمورك معلم اضوي روح السلام عليكم يقطع عمرك شدك مثقف ثقيل Thank you.
اهلا وسهلا استاذ مراد. السلام هشام، ايش اخبارك؟ والله الحمد لله. خيو جيب لي قهوه وسط. يكرم عينك استاذ. الو، ولك وينك يا خمخوم النوم؟ ولك انا اللي بتاخر قد الدنيا وصلت قبلك، بيتك خطوتين من القلعه ما بقيت تعرف تصل؟ ايه للصباح بالقلعه؟ لا 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 تتحجج طاوي، عم بستناك على السريع. ها سلامة حبيبي. هلا سلامات. صباح الخير. أم إيش مواعيد؟ صلي نص ساعة بستناك استاذ. لك يا سيدي حقك علي. شفت؟ قلت لك من الصبح بكير بتلاقي القهوة مليانة سواح وأجانب. خيو فنجان القهوة الصبح هون غير شكل، غير شكل. هالقلعة شغلة كبيرة، شغلة. على فكرة هدول كل واحد فيهم جاي من آخر الدنيا. إيه بس هني عارفانين وين جايين. الله وكيلك كل واحد فيهم بيعرف تاريخ القلعة ومين بناها وش قد عدى عليها حروب وشغلات. يا سيدي عم تحكي صح. هلا قبل ما تجي كنت عم بسمع عليهم. ايه؟ تعرف انا لغتي كويسة، حصلت منهم حكي كتير. فعلا كانوا عم يحكوا عن تاريخها وهندستها وفخامتها. لا مو هيك، جايين خصوصي كرماله. ايه لكان هنن بيحبوا يعرفوا كل شيء وبيريدوا يفهموا كل شيء، يعني مو بس هيك جايين فرجي وخاطرك. مع السلامة حبيبي. كمان هي قلعة حلب مو حي الله، لكن من اعظم القلاع في الدنيا. طبعا يا سلام، هلا وقته. مراد انت بتعرف قاعة العرش؟ بتجنن ولا الجامع؟ تفضل. يسلموا هشام. الله يسلمك استاذ. تفضل استاذ. يسلموا. الله يسلمك. عراسي يا هشام. يا سيدي الجامع قصته قصة وحكايته حكاية. لكن شلون؟ بعدين بيقولوا هي كلمة الشهباء جاي منه. يا عيني عليك، يا عيني عليك. والحمامات يا لطيف، شي بينعش الروح. وحبس الدم يا لطيف. خيو مش قد كنا نقطع من الرعبة من سيرتا بنرجف رجف. صح مظبوط يا خيو. هاي قلعة حلب أسطورة، تعرف عدد اللي زاروها صار فوق الملايين. لا مو بس هيك، في منهم زاروها أكتر من مرة. حجي اللي بيشوفها بيشتقلها. إيه لكان. مراد
انت اينت اخر مره زرت الالعاب؟ بصراحه لسه ما دخلتها. وانت؟ ولا انا. هذا بيت شعر حبيبتي، بيت شعر بيقول: لو كان بيدي سياق القدر لطهرت أرض شعبي بالشرر. يعني هذا بيت شعر بيحكي عن الوطن وأرض الوطن والمستعمر. يعني حوا ما لها علاقة فيه أبدا، تقبر عظامي حوا. بعرف، بس أنا حاليا عندي شعور إن الرجال هن المستعمرين وحوا هي أرض الوطن. ومنين اجاكي هذا الشعور الغريب؟ لاني انتو يا معشر رجال عنصريين حتى النخاع. يا لطيف، فعلا يا لطيف. ومن اين اتاكي هذا الشعور والاحساس الفظيع يا بعلولتي العظيمه؟ من الاعلانات يا بعلولي العظيم. ما الاعلانات بتسب المرأة وبتهينها وبتبينك اني جربانه وبدي علاج. ايه روقي يا بنت الحلال، روقي. ايش بك؟ ايش بك؟ هلا كل هالبلاوي الزرقاء موجوده في الاعلانات؟ طبعا، ما الاعلانات بتقلها للمرأة انها بدها تصير حلوه ومقطقطه اذا طلست وشها بالكريم الفلاني، واكيد لونها رح يكشف بعد اسبوع. مقطقطه؟ ايه. وبعدين؟ بعدين هذا بيعني انها سودا زرقاء وما بيحل عليها لا بيع ولا شراء ولا جواز ولا غيره. ايوه، وبعدين؟ ما بتقول الاعلانات انه الشامبو الفلاني رح يخلي شعراتك ناعمين مثل الحرير، ولما بتتحركي رح يهفف ويطير. ايه مزبوط، وبعدين؟ انه المرة شعرها خشن ومنكوش مثل المكنسة وما رح يزبط الا بشامبو سبع سعادين. فهميني يابا هي شلون؟ ما بتقول الاعلانات انه مزيل الرائحة الفلاني رح يخليكي تتحركي على راحتك بين الناس، وما رح يخلي بنت اختك تهرب من قدامك اول ما بتفوتي لعندن على البيت. شلون خيتو؟ هاي ما فهمتها. إيه هذا معناته إنه ريحة المرأة مثل ريحة العنزة الجربانة بقى باللهاب، وريحتها بتقرف. عنزة؟ عنزة؟ صدقت هلأ إنه الدعايات والإعلانات عنصرية، وإنه الرجال كلهم عنصريين مع سبق الإصرار والترصد، وإنت عنصري ومناهض للمرأة. مناهض للمرأة؟ حلوة هي، شغل مثقفين. ما شاء الله عليكي، والله البركة على التلفزيون عم تزيدك ثقافة. لذلك تركني عم بستشعر، لو كان بيدي القدر لطهرت حواء من الشرر. لا 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 لا، والله من كل عقلك عم تبكي. ايه طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. انا بعتذر منك نيابة عن كل رجال العالم، هدول الاشرار ما بيعرفوا قيمتكم. اسمعي، ومشان يكون اعتذاري مزبوط، هلا نازل على السوق رح اجيب لك احلى زيزة بارفان اعتذار. شلون؟ ولا تنسى حبيبي تجيب لي البادي لوشن تبعه للبارفان، وعلبة شامبو جديدة، وشاور جل، وماسكارا، وايلاينر، وفونداتان، ومجعد شعر، وعدسات زرق، مو مثل عدسات الزرق الغلاظ اللي جبت لي اياهم هذيك المرة، وكلادور بنتي واحمر. ولا تنسى كمان تجيب لي باروكتين معه. ايه بس هدول؟ ليش حبيبي مستغرب؟ ما انتو خلقتو مشان تجيبونا.
قلتي لي نحن عنصريين اه؟ ايه طبعا. Thank you.